لان في ناس كثير كانوا يقولون المنتجات اللي كنت اشتريها منتجات غبيه، فقعدت افكر كيف اجيب منتجات لها فايده. الين توصلت لنتيجه، ما ادري اذا كانت فكره حلوه ولا لا، اتوقع لا. فجت في بالي فكره، قلت ليش انا اللي ادور عن منتجات؟ ليش ما اجرب اقتراحات منتجات من ناس معرفه؟ فسلسله جديده من مقترحات الناس اللي في التيك توك، اتوقع اني بسميها كذا، ماني متاكد الان. على طول خلونا نشوف المنتج الاول عن ايش. ولا ادري عن ايش، بس عشان انتم تشوفون. اوه حاجه ابغى اقول لك، ما عاد It's so cool. I freaking love it. She can get a taste. What did you say? It started saying like Mary Kate. She can get a taste. Hi, okay. Now I'm not certain, but my understanding is that is so freaking cool. أول منتج عندنا هو عبارة عن زي ما شفتم تلفزيون، المفروض أنه بيكبر شاشة الجوال وبيصير تلفزيون، فحاجة صراحة مثيرة للاهتمام. بس الكيسة حقته ولا بثلاث ريال، وجايبها لي تركيبات يباني أنا أركبها من قوة الفقر في الشركة، طابعينها بدون ألوان. المفروض يعني هي بالعقل أنه بنسوي صندوق، أتوقع هذا يدخل هنا جهاز. أوكي يعني هذه فيها صفطة ثانية هنا ما انتبهت لها. بنسوي بهذه الطريقة وبعدين كذا عشان نقفل عليها. سوينا الصندوق اللي ورا بهذه الطريقة. الله. طيب سوينا الصندوقين هذه، باقي الصندوق هذا، اتوقع هذا اللي بنحط فيه الجوال. اتمنى بعد هذا كله ما يكون فيه خذلان، اتمنى. النص هنا راح نحط حق الجوال هذه اللي راح يتكي عليه. شوفوا من الحين اذا ما اشتغل او ما ضبط شكله حلو، فراح احطه هنا ولا هنا ولا اي مكان. خلينا نجيب الجوال ونشوف. اشغل لكم الحين اخر حلقة منتجات. ها ضبط شباب. وات اوه نايس. والله مره حلو، ما توقعت بيضبط زي كذا. المنتج هذا راح اعطيه تقييم 2.3 من 3.2. راح يقعد هنا طول الحلقه، اذا في اعلان ولا شيء احد يسوي سكيب خلوه. والله صح انا مشترك في البريميوم. Random things you need from Amazon. This device is for you if you ever have a hard time getting lids off of food jars or if you have a lot of wrist pain. It can remove any lid no matter how tightly it's twisted on, and it works on a variety of different jar sizes. All you have to do is put it on top of the jar and press the button, and it will even hold the lid when it's taken off so there's no mess after. المنتج الثاني فتاحت علب بس انها كهربائية، يعني انا ما راح اسوي اي حاجة. ما اعرف اذا في ناس يسوون نفس الحركه اللي يسويها مع الجبنه السائله، اضربها في الارض كذا يعني يطلع الهواء اللي فيها وتنفتح بعدين افتحها عادي. فهذا المنتج المفروض انه راح يغنينا عن الحركه هذه، لانه هو راح يسوي الشيء هذا بنفسه. لكن المهم هنا وش هو؟ المهم هل بطاريه المكيف راح تركب هنا ولا لازم اروح ادور على بطاريه؟ حطوا لايك اذا كانت بطاريه المكيف ما راح تركب هنا وراح انزل اجيب بطاريات. حط لايك اذا كنت تتوقع البطاريات هذه ما راح تشتغل. عندي هنا علبة زيتون وابغى الجهاز هذا يفك. هذه وين؟ فوق ولا تحت؟ كذا صح؟ هل تتوقعون راح تسويها ولا لا؟ اوه عجيب. المنتج هذا راح ياخذ 3.2 من 3.2، يستاهل. خلاص هي خلاص، يعني حتى ما خلاك تلفها او تقول بس فك لك اياها، لا طلعها لك يعني بس اسحبها سحب. لو ناكل زيتون. شكرا. ما خلص المقطع الحين. والله جد تفاجأت من المنتج هذا، وصراحه منتج رهيب جدا، فراح اي منتج رهيب راح يقعد جنب التلفزيون. خليك شاطر. ها Amazon favorites part 31. This is my fold-up keyboard that syncs to my phone and tablet by Bluetooth. It's a full-size keyboard, but small enough to carry around every day. It's under $30 with a 4.5-star rating. المنتج اللي بعده عندنا هنا كيبورد زي ما شفنا، وصراحة أنا نسيت المقطع كان عن إيش وليش شريتها. صح إني بشوف في المونتاج بس الحين والله ما أدري إيش هذا. والله صغير، بس إيش الفكرة إني شريتها؟ هل يعني إنه صغير لدرجة إنك تحطه بجيبك توقع صح؟ يعني غباء يعني إيش أقول؟ لا 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 يشبك على أوكي يشبك على الجوال. أنا أقول ليش شريته، بس إذا كان يشبك على الجوال هل في بطارية؟ أتوقع إنه ما في شحن، فبخليه يشحن على بال ما نروح للمنتج اللي بعده، ومفروض إنه يخلص يعني شحن.
منورنا احمد ابو الرب. راح تشوفون حيوانات في غابة الامازون لين يخلص المقطع. Cool things that waste my money on Amazon part 1. First up is this giant LED wall clock that you've probably seen all over TikTok, but the one thing people haven't shown you is this remote. And cycling through it, you can see it tells you the date, the temperature, and the time. المنتج اللي بعده صراحه منتج رهيب، واضح انه شغل مرتب. خلونا نشوف اول شيء ايش اللي داخل الصندوق. هذه الساعه ان شاء الله ما هي مكسوره. تكفى؟ لا انا ما عندي زياده. حلو، جت معاها العده هنا، في ريموت. ايش فيك اني طفل بشوفها كلها مره واحده؟ هذا ريموت طبعا، تسحب هذه خلاص كذا اشتغل ريموت. ان شاء الله السلك يوصل، بحاول اركبه في البي سي. لا يوصل، رايح جاي بعد. اشتغلت قولوا لي، انتم راح تشوفون اول ناس. السؤال المهم، ايش فائده الريموت؟ ليش انا ما اعرف اسوي ساعه؟ ايوه ضبطتها اخيرا. قاعد اقيس اذا هي ثقيله بتتحمل اللزقات اللي جت معاها. لا تتحمل ان شاء الله. بفكر بعدين وين راح اعلقها. صراحه تقييمي للمنتج هذا 1.5 من 3.5، يعني حليو. صراحه ما عجبني مره وانبهرت، راح اخليه وراهم يعني ما يستاهل يكون قدام. هذا الفيش راح اسوي عليه جيف اوي. خلونا نرجع للكيبورد. اتوقع انه شحن. ايوه الحين شحن. وين جوالي؟ معليش نخرب عليكم. ايوه شبك. طيب خلونا ندخل ملاحظات، نجيب هذه القاعده. طبعا الكيبورد هنا بالانجليزي. طيب وين حرف الذا؟ اهم كيفك يا رب ما في اخطاء. شوفوا شكل الكيبورد كيف، غير انه بانجليزي في مسافه هنا لعبت شويه في الوزنيه حقت الكتاب. اهلا لايك غلنك انجرمنج، ولا جمله صحيحه، ما في الا اللايك. فعشان كذا عزيزي المشاهد اضغط زر اللايك. تقييمي للمنتج هذا بدون استهبال صدق، يعني ما اتوقع اني بروح اي مكان واستخدم هذا المنتج لاني ما ادري ايش ابي فيه اصلا. صحيح انه حجمه صغير بس ما اشوفه انه عملي، يعني لما اكتب بالجوال بكتب اسرع من كذا بكثير وما بغلط نفس الاغلاط اللي سويتها. بالنسبه لي راح اقيمه 0 من 2.23 لاني اشوف حرفيا ما راح استفيد منه ولا راح استخدمه بعد كذا اصلا. شوفوا الشيء اللي بوريكم اياه الحين، انا ماني بطفل لهالدرجه بس قسم بالله اني متحمس. خلوني على طول اوريكم اياه. المفروض انكم ما تشوفونه. المنتج راح استخدمه هنا في السياره. قبل ما اشغل السياره خلوني اركب المنتج. اول حاجه راح اثبت هذه مكان البصمه هنا، افكها بهذه الطريقه ونثبتها كذا. ثبت 3 hours later. اللي صار نفس اللي سويته بالضبط، بس يوم شفت مقطع في اليوتيوب شرح ضبطت، مع اني سويتها بالضبط ما رضيت تطلع معي، بس يقول لي اسحب هذه. قسم بالله اني حاولت قبل المقطع وما ضبط. فاللي راح يصير الحين راح نثبت هذه على طول هنا بالطريقه هذه كذا يكون مقفل صح؟ تبدا يومك سعيد ومتحمس، تركب السياره تفتح راس سبايدر مان، بعدين تشغل السيارة. السيارة بتصير 600 حصان، إذا ركبت راس سبايدر مان يجيك الحماس هذا. الحين أنا راح أسوي سباق. إذا كنت وصلنا لمقطع 23 ساعة، كل مقطع بالسلامة في فريم، المقطع الجاي مع السلامة. 10 من 10.